من جديد. تم تفجير أبراج الضغط العالي الناقلة للطاقة الكهربائية ولم يحل هذا اللغز بحسب ما أعلنته إدارة قضاء بعقوبة ووضعت علامات الاستفهام حول المستفيدين منه. وانقطاع التيار الكهربائي سبب أزمة كبيرة في قضاء بعقوبة، تذمر من قبل مواطنين بعقوبة، تصل انقطاع ساعات الانقطاع الكهرباء الوطنية إلى 18 ساعة وأكثر، بالنتيجة توقف عمل المصالح الاقتصادية في قضاء بعقوبة. من المستفيد من هذه التفجيرات؟ هناك علامة استفهام. المستفيدين من انقطاع التيار الكهربائي هم وراء هذا الموضوع في رأينا الشخصي. بالنتيجة ندانا إلى القوات الأمنية في كل المناطق بمتابعة هذا الموضوع واتخاذ إجراءات حازمة. في مقابل هذا يعاني المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وتشتد حالة السخط لديهم تجاه الحكومة فيما يتساءلون أين تذهب أموال جباية الكهرباء. يوميا نسوي لكم الكهرباء، وين الكهرباء؟ عم احنا لا لدى ننام، لدى نقعد، لدى نشوف، لدى ترجع لنا بالكهرباء ماكو شحات مي، وينهم؟ شنو موضوعهم هم؟ احنا وصاروا 17 سنه، وين مدير الكهرباء؟ كهرباء يملى تعبان والله، ما عنده كهرباء. احنا بالنسبه ان يوميته تجي مثل ما اقول 16 ساعه انقطاع، 14 ساعه انقطاع، تجينا اربع ساعات متقطعه، كل ربع ساعه سويناها مثل ما ترافيك لايت. ما عنده كهرباء. كهرباءتنا صفر. استهداف مستمر لابراج الطاقه الكهربائيه بمناطق مختلفه يثير التساؤل عن الفاعلين في وقت تتفاقم فيه مشكلة الكهرباء في العراق، ولا تزال تبحث عن حلول جدية لا ترقيعية. من محافظة ديالى، حسن الشمري، التغير الفضائي.